بخير، صيام مقبول إن شاء الله، وعيد سعيد ينعاد عليكم بالخير والسلامة والعافية إن شاء الله. اليوم محاضرتنا راح تتناول تركيب DNA Structures and Chromosome Organization، وهاي المحاضرة هي مدخل إلى علم المولكيولر زين بيولوجي، اللي يتناول كل ما يتعلق بالـ DNA والجين. اليوم بهذه المحاضرة راح نعرف النيوكليوتايد and نيوكليك أسيد، ويعني شنو تركيب النيوكليوتايد والنيوكليك أسيد اللي هي الأحماض النووية. بعض المصادر اللي نقدر نستعين بها إذا يعني نحب نطلع على معلومات أكثر، أو شيء واضح ممكن أن نفهمه من خلال هذه المصادر اللي راح تساعدنا فهم المعلومة أكثر. بالنسبة للـ learning outcome أو الـ learning objective، بنهاية المحاضرة إن شاء الله بعد ما تقروها زين وتفهموها، لازم يصير عندي فد فكرة واضحة حول تركيب الـ DNA والـ RNA. الشغلة الثانية، هاي المكونات لكلا الأحماض النووية شلون راح أوظفها بالأشياء العملية، وشلون راح أستفاد من عدها. الشغلة الثالثة إنه البولاريتي للDNA والRNA بشنو أيضا أقدر أستفاد منها، والمعنى البولاريتي لهاي الأحماض النووية شنو. الشغلة عندنا الرابعة، يعني فد معلومات عن الهيدروجين بوند وشنو وظيفتها وأهميتها بالنسبة لتركيب الDNA as a secondary structure مثل ما شفناها بالبروتين. الفيتشرز اوف دي ان اي دبل هيليكس اللي راح نتعرف عنه، وشون راح تكون صفات الدبل هيليكس اوف دي ان اي. Now we talked about the nucleic acid that is DNA or RNA. مصطلح nucleic acid من اسمه الأحماض النووية. الأحماض النووية معناها انه هي شنو موجودة، وين موجودة بالنواة. النيوكليك أسيد أر لينير بوليمر أوف نيوكليوتايد، بنقول لينير بوليمر يعني عبارة عن بوليمرات من النيوكليوتيدات تترتب بشكل خطي. هاي النقطة مهمة، من أقول لينير كل الإيوكاريوتك تقريبا يكون الدي ان اي أو الار ان اي يكون بشكل لينير، أما بالبروكاريوت يكون بشكل سيركولار مثل ما طرقنا لهذه المعلومات. هذه النيوكليوتايد قلنا تكون بشكل بولي نيوكليوتايد that required for storage and expression of genetic information. DNA بطبيعته هاي تسلسل من النيوكليوتيدات بتكون عبارة عن مخزن المن للمعلومات الوراثية. من راح تنخزن بالدي ان اي بعدها تتوظف الى ان تعبر هذه الصفات عن طريق شنو، عن طريق الجين اكسبريشن. من يصير له ان شاء الله بالمحاضرات اللي تيجي تاخذون يصير له استنساخ، وراها الاستنساخ راح يعبر الجين بشكل بروتين، وهاي البروتينات هي اللي تنطيني الصفات الوراثية اللي تظهر بشكل فينوتايب. Chemically there are two types of nucleic acid. من ناحية الكيميائية عندنا نوعين من الأحماض النووية اللي هي ديوكسي ريبونيوكليك أسيد and the ribonucleic acid DNA والRNA، مثل ما أنتوا ماخذيه إحنا بال مراحل الإعدادية إنه DNA هو عبارة عن ديوكسي ريبونيوكليوتايد، يعني نسميه منقوص الأكسجين. هو بوليمر، يعني من نقول بوليمر يعني هو مجموعة من النيوكليوتيدات تكون نسميها ديوكسي ريبو منقوص الأكسجين.
إن شاء الله راح نشوف وين بيا جزء من التركيب هذا الـ DNA يكون أدي الأكسجين يكون absent. Covalently linked by 3' to 5'. 3' يعني هاي اتجاه شنو؟ اتجاه الارتباط، اتجاه ارتباط الذرات بذرة الكربون رقم 3 إلى ذرة الكربون رقم 5. يعني هذا يكون هذا الاتجاه. إن شاء الله هسه نجيب السلايدات أوضح لكم أكثر شنو معنى 3' direction and 5'. Bound carrying zinc phosphodiester bound that carrying information اللي هي بالخلايا أو ببعض الفيروسات. ال RNA ribonucleic acid من اسمه هو ribo polymer of ribonucleotide، هي غير منقوصة الأكسجين مثل ال DNA وإنما هي ريبوزية، نسميها ريبوز ribonucleotide. أيضا linked by 3' to 5' phosphodiester bond that function as an intermediate in the transfer of genetic information from DNA to protein. ال RNA هو مرحلة انتقالية، يعني المعلومات الجينيتك انفورميشن من تريد تنخزن بشكل شنو؟ قلنا بشكل DNA، هي بتسلسل قواعد موجودة ضمن DNA ضمن هاي السيكونس. لكن من تستنسخ، من أريد أسوي لها استنساخ، راح يستنسخ ال DNA إلى RNA نسميه transcription. من راح يستنسخ ال RNA بعدين شو يصير له؟ يصير له translation، يعني يصير له ترجمة. هاي القواعد النيتروجينية أو النوكليوتايد تترجم إلى شنو؟ إلى بروتينات اللي تنطيني الفينوتيبيك الصفات الظاهرية وليس الصفات الجينية. الصفات الظاهرية اللي هي مثل صفة لون العين، لون البشرة، ومن هاي الصفات الوراثية. هسه نجي إلى تركيب النيوكليوتايد. النيوكليوتايد اللي هي building block of nucleic acid نقول basically تتكون من 3 مكونات النيوكليوتيدات، هي النيتروجين بيز اللي هي هذه، والفوسفيت شوغر هذه البيز، هذه الشوغر وهذه الفوسفيت. هاي 3 مكونات رئيسية تكون لشنو؟ تكون للنيوكليوتايد. من أقول نيوكليوسايد، النيوكليوسايد just base and sugar، يعني بدون phosphate group، هاي سميناها بنيوكليوسايد. عندنا نوعين من النيتروجين بيز، حسب شنو؟ حسب الرنج، أوكي؟ حسب structure of the ring. مثلا ها عندي التورينج نسميها بالبيورين، والون رينج أسميها بالبرميدين، هذه نيتروجين بيز. على مود لا ننسى بيورين، يعني تخلوا بالكم بيورين يعني اثنين، برميدين اللي هو الواحد، الاثنين هذه البرميدين البيورين والحلقة الوحدة هي الباي رميدين. أكو فد صفات تتعلق بهاي التو نيتروجين بيز. أول شيء أكو similarity between the purine and pyrimidine، تشابه خاصة بمن؟ خاصة بالsix ring member، أكو تشابه بيناتهم. الشغلة الثانية إنه هي هاي الستركشرات تكون بشكل planar، يعني تكون مسطحة. هذا الشكل يعطيني فد flexibility للDNA إنه يتشكل ويصير لي هذا الدبل هيليكس، ليكون سهل الحركة، يكون مرن. من تصفط النيتروجين بيز يعني بشكل صفائح مسطحة، راح يكون سهل الحركة، يسهل حركة الدبل هيليكس وينطي مرونة.
ينطي مرونة. فهذه ال double bound between this base راح تطيها شنو؟ تطيها مرونة بالالتفاف، يعني حتى تكون لي هذا الشكل الحلزوني اللي احنا نعرفه. النيوكليوتايد قلنا اما تكون بيورين او بيرميدين. البيورين عندي نوعين اللي هي ادينين وجوانين. ادينين جوانين يعني خذوها بمصطلح ايج على مود لا تنسوا ايج. اما البيرميدين قروب كات اللي هو السيتوسين واليوراسين والثايمين، هذني وان رينج. اما الايج اللي هي الادينين والجوانين هما الدبل رينج. هاي حتى نخليها ببالنا. القواعد النيتروجينية الموجودة بالدي ان اي هي الادينين والجوانين والثايمين والسيتوسين. اكو فرق بين الدي ان اي والار ان اي جاست ان ذا يوراسيل. بالدي ان اي موجود ادي شنو؟ الثايمين، بينما بالار ان اي يكون موجود عندي اليوراسيل. Now talked about the pentose sugar. البنتوز شوغر احنا ها قلنا الفرق الرئيسي هسه من نجي نقول هذا منقوص الاكسجين، الدي ان اي منقول منقوص الاكسجين. شوفوا هنا الفرق بهذه الصوره، هذه الدي ان اي قدامنا، هذه الدي ان اي شوفوا ذره الكربون رقم 2 برايم، ما عندي اكسجين جاست هيدروجين، بينما الار ان اي موجود عندي الاكسجين. هذه ان شاء الله راح هالخاصية هاي انه الدي ان اي يكون منقص الاكسجين بهاي الذرة نوظفها بالستركتشر اوف ذا دراج، بتركيب الادوية اللي راح يكون مهم جدا بعلاج بعض الفيروسات او البكتيريا اللي راح عن طريق صنع هذا الدراج راح يقطع لي شنو؟ يقطع تضاعف الفيروس او البكتيريا في هذا الموضع. من راح اخلي مثلا هنا بمكان هاي الموقع الـ 2 برايم اخلي او اتش، بمكان الاتش بهاي الحاله راح يصير عندي قطع للريبليكيشن مالت الدي ان اي، فما راح تجي شنو اذر النيوكليوتايد وترتبط بهذه المواقع. إن شاء الله نجي ناخذها بالمحاضرات السابقة، المحاضرات إن شاء الله اللي تجي. الفوسفيت جروب عندنا الأذر ستركتشر اللي هو الفوسفيت جروب. The phosphate group are strongly acidic. ليش؟ لأن يحمل، شوفوا هاي الشحن الموجودة عليه نيجاتيف، تحمل هاي الشحنة راح يكون highly acidic. بهاي الحالة أيضا راح نستفاد من الأسيديتي of the DNA or RNA، لذا احنا نسميه acid nucleic acid. فالأسيديتي تجينا من هذه الصفة. لأن يعني صار عندنا أحاول أنه أقطع التسجيل لأن من يصير مستمر يبدي شنو تضعف عندنا الإنترنت فما يصير بشكل متواصل. هسه نجي للنيوكليوتايد، نجي نشوف شلون ترتبط هذه النيوكليوتايد مع بعضها ضمن الستركتشر. نأتي هسه إلى نشوف البنتوز، هذا البنتوز شوغر اللي هو قلنا الخماسي بذرات كربون تتسلسل من الواحد إلى الخمسة. لو نجي نشوف ذرة الكربون رقم 5 نشوف شنو الارتباط اللي بيها. يرتبط الشوغر مع الفوسفيت بذرة الكربون رقم 5 بآصرة فوسفاتية سميناها فوسفيت ستار بوند. بشوفون عندي هذه الآصرة سميناها فوسفيت ستار بوند، هذه من جهة. من الجهة الثانية
يرتبط بذرة الكربون رقم واحد بالنيتروجين بيز. ايش سميناها الآثرة؟ سميناها N glycosidic bond، من اسمها يعني نيتروجين والشجر، سميناها N glycosidic bond. فأدنا هنا هذه الأواصر راح ترتبط بالشجر عن طريق هذه الأواصر الفوسفاتية والجلايكوسيدية. هاي بالنسبة هنا تشوفون لارتباط الـ RNA. أيضا بالنسبة للـ DNA نفس الحالة، أنه ارتباط الفوسفات بالكربون رقم 5، أما ارتباط الشجر بالنيتروجين بيس بذرة الكربون رقم 1 سميناها بالجلايكوسيديك، and the other bond is the phosphate star. هسه نجي إلى النيوكليوتايد. احنا قبل بالسلايدات اللي قبل قلنا انه مرة اسميه نيوكليوتايد مرة اسميه نيوكليوسايد. The nucleotide, when it is completed with the phosphate and sugar, the nitrogen base ترتبط بمن؟ بالفوسفات والشجر. من أسمي nucleoside just the base with sugar مثل ما عرفنا. نشوف ارتباط النيوكليوتايد، نشوف بشكم مجموعة فوسفات يرتبط. الارتباط النيتروجين بيز with sugar and phosphate بالمرحلة الأولى لازم يرتبط شنو؟ يرتبط بثلاث مجاميع من الفوسفيت جروب. شوفوا هاي المجاميع، هاي واحد اثنين ثلاثة، عندنا ثلاث مجاميع من الفوسفيت جروب. ليش أول ما يرتبط النيوكليوتايد as a triphosphate؟ يعني يرتبط بثلاث مجاميع من الفوسفات. هاي بشنو راح تفيدنا؟ هذه راح تفيدنا انه من تيجي ترتبط اذر النيوكليوتايد، يعني هسه احنا فرضا قلنا هذا الادينين، هذا شنو عدي؟ هذا الادينين. من يجي يرتبط الادينين بنيوكليوتايد ثانية شو يحتاج؟ يحتاج طاقة. فهاي الطاقة من اجيبها؟ اجيبها من ذني الفوسفات جروب، راح يتكسر عن ذني الثنيين، فيبقى لي شنو؟ يبقى لي مونوفوسفيت. من يبقى مونوفوسفيت راح أسميه شنو؟ أسميه مونو ديوكسي أدينوسين مونوفوسفيت، على مود يحرر لي طاقة للارتباط بالنيوكليوتايد الثاني. وهكذا من يكون اثنين أسميه داي فوسفيت، من يكون ثلاثة أسميه تراي فوسفيت. هو أول ما يرتبط بشكل مجاميع إلى أن يوصل للتراي. التراي هذا أدي هو الستاندر فورم أوف النيوكليوتايد. لكن من يريد يرتبط بنيوكليوتايد ثانية، فلازم قلنا شنو يحتاج طاقة، ومن يحتاج طاقة يحرر اثنين من مجاميع الفوسفات بشكل ATP. هنا النومنكليتشر تسميات بالDNA وبالRNA أي فش يعني واضح من هو أدينوسين، إذا هو مونو نسميه أدينوسين مونوفوسفيت إذا كان RNA، وإذا كان DNA نسميه ديوكسي أدينوسين مونوفوسفيت، وهكذا الـ RNA without مقطع ديوكسي، أما الـ DNA with ديوكسي جوانيسين أو ثايميدين أو سايتودين. هسه نجي إلى ارتباط النيوكليوتيدات مع بعض شلون يكون. النيوكليوتيد ار كوفالنتلي لينك فيا 3 برايم تو 5 برايم. احنا هسه تشوفون بهذه الصور الدايركشن فروم 5 تو 3، اكو دايركشن فروم 3 تو 5. يعني خلينا نفهم هذا شنو الدايركشن. Direction اللي هو من 3 to 5 هذا يعني من يقول لي 3 إلى 5 معناها ده يحكي لي عن شنو؟ ده يحكي لي عن كيفية ارتباط the first nucleotide with the other. يعني من تجي ترتبط النيوكليوتايد ثانية
بالأولى ترتبط من يا جهة، ترتبط من جهة الثري برايم اللي هي تكون مجموعة الهيدروكسيل بيها فري، مثل ما شفنا بالاستكشارات القبل انه كان مجموعة الكربون اللي هي الخامسة يكون بها مجموعة الفوسفيت هي اللي فري، بينما ذرة الكربون رقم ثلاثة تكون مجموعة الهيدروكسيل بها منو هي الفري، مثل ما شفنا بالستركتشر. لو نرجع شوفوا هذا الستركتشر زين، هذا هو الار ان اي. شوفوا الثري برايم شنو هو؟ ثري برايم هو الهيدروكسيل فري، اما الفايف برايم هو مجموعة الفوسفيت اللي هي تكون فري. من تجي ترتبط مثلا هذا عندنا احنا قلنا شنو الادينين، من يجي يرتبط اليوراسيل بعده من وين يجي؟ يجي بهاي من عن طريق ذرة الكربون رقم ثلاثة، تجي هنا ذرة الفوسفيت ترتبط بهاي المجموعة، فراح شنو راح يكون لي سيكوينشيال، يعني تجي نهاية هنا عندي الفايف برايم بيها الفوسفيت فري، الثري برايم بيها الهيدروكسيل فري، يجي اليوراسيل يريد يرتبط، من يرتبط؟ يرتبط عن طريق هذه الأو الموجودة ضمن الفايف برايم، فيجي هنا يصير الارتباط. فش صارت عندي بهاي البنتوز؟ صارت عندي مجموعتين فوسفيت، هذه المجموعة وهذه المجموعة اللي هنا ارتبطت بهذه الذرة. بهاي الحالة ما راح اسميها فوسفيت استر، راح اسميها فوسفيت داي استر، لان هاي عندي فوسفيت وراح تيجي ترتبط نيوكليوتايد ثانية، شو اسميها؟ اسميها فوسفيت داي استر بوند، يعني صار عندي اثرتين من المجاميع الفوسفاتية الموجودة ضمن شريط الـ DNA أو الـ RNA. هذه قلنا نرجع إلى الفقرة 3 prime to 5 prime، هذا الدايركشن الارتباط، دائما خلوا بالكم دايركشن الارتباط هو من مجموعة الـ 3 prime اللي هي الهيدروكسيل فري to 5 prime اللي هي الفوسفيت فري بالفايف. يقول بهاي الحالة راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي بولاريتي، بولاريتي وير with both 5 برايم اللي هي الفوسفيت فري and 3 برايم اللي هي الهيدروكسيل فري link to other nucleotide resulting in the chain with the direction 5 برايم to 3 برايم. هسا نجي نشوف الدايركشن شنو هذا مال 5 برايم تو 3 برايم. ال 5 برايم تو 3 برايم يعني من اجي اقرا الادينين شنو كانت؟ الادينين هي كانت اول وحده نيوكليوتايد، من اجي ارتبط بها الجوانيس الجوانين عن طريق قلنا الهيدروكسيل فري، اجي ارتبط من نانا قلنا اللي هي ال 3 برايم ارتبط بها بهاي المجموعه، وارتبط وراها السيتوسين ايضا عن طريق الهيدروكسيل فري، ايش صار عندي؟ صار عندي الدايركشن 5 برايم تو 3، يعني اول شيء الادينين بعدين الجوانين بعدين السيتوسين، يعني هي شيء اقرا شنو شريط الدي ان اي، ما اقرا على اساس الارتباط، يعني اقول اخر شيء ارتبط اليوراسيل بعدين الجوانين بعدين، لا اجي اقرا السيكونس مال الدي ان اي فروم ادينين جوانين سيتوسين، لكن الارتباط قلنا وين يكون؟ ارتباط يكون عن طريق الـ 3 prime. This base written in the conventional 5 prime to 3 prime direction. هسا مثل ما قرأنا A, G, C, T وهكذا نقدر نقرأ الـ sequence of the DNA. قلنا DNA has two polynucleotides. قلنا double لأن هو double. أما الـ RNA يكون single strand. ذاك يكون double strand DNA. هسه نجي نشوف الفيتشرز اوف دي ان اي باعتماد depend on the واتسون جريك موديل. الواتسون جريك يعني اكتشفوا بال 53 انه دي ان اي بمواصفات كثيره، ضمنها انه هو اول شيء دبل، قلنا هو دبل ستران، النقطه الثانيه انه يكون هيليكس بشكل حلزوني ملتف، يكون حلزوني. شغلة الثالثة هو يكون شنو أنتي بارالل. من أقول أنتي بارالل يعني هذا الشريط مثلا سحن أدنى هذا ثايمين لجوانين سايتوسين،
الشريط المقابلة يكون opposite direction، يعني يكون الاتجاه المعاكس إله ضبط، فراح يكون أسميه بالأنتي parallel. النقطة الثانية اللي هو يكون base pairing. Base pairing is highly specific. من أقول highly specific just when the thymine bond with the adenine. لازم ترتبط الثايمين ويا من ويا الأدينين، ما يصير الثايمين مثلا ويا السيتوسين، هذا يصير عندي هنا ميوتيشن ونهائيا ما ترتبط، لأن الثايمين شنو need هيدروجين بوند تو هيدروجين بوند، تشوفوها لذا يكون الارتباط correction with the adenine، بينما الجوانين والسيتوسين يكون تراي، تشوفون الهيدروجين بوند هي ثلاثية، تكون ثلاثية، لا لذا يكون البيز بيرينج لازم يكون سبيسيفيك مطابق للنيوكليوتايد مع بعضها. النقطة الثالثة اللي هو الكومبليمنتري بيز بيرينج، يعني الشريط هذا الأول يكون مكمل للشريط الثاني، يكون مكمل. نفرض انه هذا الشريط التايمين جوانين سيتوسين ادينين، يكون مكمل الى ادينين سيتوسين جوانين تايمين وهكذا. بعدين من مثلا من نجي يضاعف الشريط الدي ان اي، من يضاعف كل واحد من ذن الستراند راح يكون تمبلت حتى يسوي لي شنو ستراند مماثل للستراند الأصلي، وبهذا يرجع عندي الشريط الدي ان اي نفسه أثناء التضاعف. أكو عندنا قانون أسميه تشارغوف رول، هذا القانون يقول أنه نسب الأدينين للثايمين لازم تكون مساوية، وكذا نسبة الإجوانين للسيتوسين أيضا تكون متساوية. ليش؟ لأن إحنا بالشرح السابق كنا ما يصير يرتبط الجوانين ويا الأدينين مثلا، أو السيتوسين ويا الثايمين، هذا شنو ما يصير الارتباط بيناتهم، لأنه شنو الأواصر الهيدروجينية تكون ثلاثية بين السيتوسين والجوانين، والأدينين والثايمين تكون ثنائية، فهذا يكون لازم specific bound. هاي فد يعني شلون كأنما أكو فد ratio ثابت between this nucleotide. لو نجي نشوف هنا أيضا بهذا الفيجر أيضا ديراويني شلون يكون الدايركشن from 5 prime to 3 prime، باللي other side أيضا يكون from 5 prime to 3 لكن بالاتجاه المعاكس، وهذه هنا الهيدروجين بودي شو تكون مرتبطة بين الثايمين والأدينين والسيتوسين والجوانين. نجي للسكندري ستركتشر، احنا مثل ما ماخذين بالبروتينات اذا تتذكروا شون قلنا انه بكل تيرن ايش كم امينو اسيد وكل وطول التيرن ايش قد يكون طولها، ايضا بالدي ان اي هنا عندنا هم نفس الشيء، راح يكون الـ DNA دبل هيليكس يلتف يكون لي تيرن، كل تيرن من هذه التيرن بيها 10 نيوكليوتايد، بيها عشرة نيوكليوتايد. فش تسوي لي هذه طول هاي التيرن المسافة بيناتهم تقريبا تصير 0.34 نانومتر. قلنا بكل تيرن يسوي لي انحناءات، هذا أسميه الميجر ميجر جروف، هذا الأخدود وهذا الماينر جروف. هسه احنا ذني شنو يهمنا هاي الجروف، هذا مهم جدا بعملية الدي ان اي كومباكتينج والجين ريجوليشن، لان اذا يبقى الـ surface of the DNA exposure to protein for مثلا الـ gene expression
راح انه باي وقت ممكن انه يصير له استنساخ، وباي وقت ممكن انه يصير له تضاعف، لكن احنا شنو الدي ان اي يكون very stable، يكون كلش stable، ومو بسهولة ينفتح ومو بسهولة يتضاعف، وانما اكو فد ميكانيزم تخليه كومباكت، او ميكانيزم اخرى تخليه شلون يصير exposed to this protein that regulate the gene. قلنا احنا هذا الميجر والماينر جروب، احنا قلنا راح ان شاء الله نجي نشوفهن بالجين ريجوليشن وبالجين يعني بالريبليكيشن، شنو فائدة هذا الجروب. هذا الشكل من السكندري هو اسميه البي فورم، البي فورم اللي هي الرايت هاندد، نفس تقريبا اللي اخذته بالبروتينات بالسكندري ستراكشر، ايضا هو الرايت هاند. عندنا اكو اذر فورم سميناه بالاي، نسميه بالزيت ان شاء الله هسه نجي ناخذه نشرحهن. راح يختلف هذا التيرن بعدد النيوكليوتايد والوايد اوف ذا جروب، يعني راح يختلف عندي عرض الجروف الانحناء والتيرن، طول التيرن والنيوكليوتايد اللي تكون ضمنها. نيجي للدبل هيلاكس، يقول نيجاتيف تشارج، منين جت هذه النيجاتيف؟ احنا اذا تذكرون بالامينو اسيد قلنا من يصير تشارجنج الامينو اسيد، من يصير تشارج لازم شو يفقد؟ يصير دي بروتينيتد، يفقد هيدروجين. احنا عندنا بهذه الذره الرقم 3 اللي هي 5 برايم، قلنا هيدروكسي اللي هي تكون فري، تكون فري بها او اتش. بالنيوترال بي اتش، بالنيوترال بي اتش هاي الذره ذره الهيدروجين تنفقد، فشنو ينشحن هذا الجزء؟ ينشحن بالشحنه السالبه. من راح ينشحن بالشحنه السالبه راح يسوي لي فد ايونيك انتراكشن، راح يصير عندي فد شحنه ممكن انه يصير من خلالها تفاعل، تجيني ذره اخرى تتفاعل وياها وتتحد وترتبط وياها عن طريق الايونيك انتراكشن. فمن راح زين من راح تفقد تروح هذه الهيدروجين راح ينشحن هذا بشحنه سالبه، المجموعة الفوسفيت تنشحن بالشحنة السالبة، لذا يكون النيوكليك أسيد هو نيجاتيف تشارج، نيجاتيف تشارج. وبهاي شنو راح تفيدنا؟ إذا تتذكرون من أخذنا الهستون وشون اللي هو البوزيتيف تشارج من يرتبط بالدي ان اي يسوي له كومباكتينج راح يرتبط بيه بشكل كثيف جدا، لان هو الدي ان اي بطبيعته هو يعني فيري لونج فيري لونج، فلازم شيء تصير له يصير له ينضغط حتى يبقى بداخل النواه وغير معرض المن غير معرض للبروتينات اللي هي مثلا التضاعف او بروتينات الاستنساخ. فهذه راح تحافظ عليه بروتينات الهستونات تحافظ عليه هو ستيبل بداخل النواه ويكون كويلد. فالنيجاتيف تشارج قلنا تجيني من الفوسفيت جروب اللي بامكانها انه ترتبط مع بوزيتيف تشارج اللي هو الهستون. عندنا important things point to for DNA structure. اول نقطة هي genetic information، احنا مثل ما قلنا الـ sequence of DNA هو الالفابتيك of the gene، يعني هو لغة الجين، تسلسل القواعد النيتروجينية هي كأنما تعبر عن الصفة الوراثية. فمن يكون أدي الخلل قلنا بهذا التسلسل أثر ميوتيشن أثر طفرة أو أثر أي مسبب يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى اختلاف تسلسل هذه القواعد النيتروجيني راح يسوي لي ميوتيشن، وهذه الميوتيشن resulted genetic disease اللي يسوي لي alter بالفينوتايب. أوكي okay.
الكومبلمنتري نيتشر، احنا مثل ما قلنا انه ال 2 دي ان اي الدبل ستراند هي تكون كومبلمنتري. اوكي، فمن يتضاعف شريط الدي ان اي راح كل واحد ايش يكون تمبلت ولصنع شريط دي ان اي جديد، وبهذه الحالة ترجع عندي السيكونس وشريط الدي ان اي كما هو عن طريق الكومبلمنتري نيتشر اوف ذيس تو بولينيوكليوتايد. النقطة المهمة ايضا انه بامكان الدي ان اي يصير له شنو، يصير له ترانسكريبشن مثل ما قلنا. بالترانسكريبشن وي نيد جاست وان ستراند، يعني احنا نحتاج مو مثل الريبليكيشن لازم التو ستراند يصير لهم تضاعف ويصير از اتمبلت وينبنون من جديد ويسووا لي دي ان اي، بينما بالترانسكريبشن لا، احنا نحتاج تمبلت واحد انه نصنع من عنده الار ان اي، ومن ثم يصير له ترانسليشن تو برودوس ذا بروتين. عندنا دي ان اي ديناتوريشن اند ريناتوريشن. الدي ان اي ديناتوريشن ان شاء الله نيجي ناخذ بالمولكيولر دايجنوستس، نحتاج انه نفصل الدبل ستراند على مود شنو نكثر الدي ان اي. من نفصل الدبل ستراند وقلنا راح يصير واحد لثاني تمبلت، ونقدر نكثر الدي ان اي عن طريق هذه الخاصية، يكون يصير ديناتوريشن عن طريق بعض الانزيمات، كأنما نستخدم الوسط الحامضي او الكلاين بي اتش او باي هيتينج. احنا من ان شاء الله تجون تاخذون بالبي سي ار اللي هو البوليميريز تشين رياكشن، هنا نستخدم الهيتينج، لان الاسيديك من يحطم لي يحطم للدي ان اي بعد ما اقدر ارجعه، وحتى البي اتش الالكلاين بي اتش ما عدا الهيتينج. الهيتينج هو راح يفصل لي شريطين الدي ان اي، بامكانه انه يرجع مره اخرى يصير له ريناتوريشن ويرجع من جديد الدي ان اي الى وضعه الاصلي ويتكاثر. من يصير دي ان اي ديجريديشن هذا هنا يتحطم الدي ان اي بعد ما يرجع من جديد، مو مثل الديناتوريشن. ديناتوريشن بامكان انه نرجع. الدي ان اي ديجريديشن هنا بهذه الحاله الفوسفودايستر بوند هي اللي تتاثر، يعني مجاميع الفوسفاتيه هي اللي تتكسر، بينما بالديناتوريشن منو اللي يتكسر؟ جاست ذا هيدروجين بوند، فقط الهيدروجين بوند هي اللي تتكسر بين البيز بيرنج. بينما الفوسفودايستر بوند بالديناتورينج ما تتأثر، بالديجريديشن تتأثر الفوسفودايستر بوند سواء بالدي ان اي او الار ان اي. الار ان اي دائما شي يكون مور اند ايزي تو ديجريديشن، دائما يكون لان هو يكون انستابل، وممكن ان يصير له ديجريديشن بواسطه الالكالاين كونديشن او الانزيمات اللي هي النيوكلييسز. احنا نجي قلنا قبل شويه الى اشكال الدي ان اي البي فورم اللي هو الكومن تايب اوف دبل هيليكس. الاي فورم اكو حالات موجوده، يعني ممكن ان يكون كل الانواع هي موجوده في جسم الانسان. مثلا الاي فورم هذا يكون دائما اندر ستريس كونديشن، مثلا يصير دي هايدريتنج. من يصير دي هايدريتنج راح ينكم الشريط الدي ان اي، فشنو شو يصير عندي هذا الشكل اللي هو الاي فورم. الزد فورم بعد يكون مور، يعني يكون اكثر يعني كومباكت، اسميه زي فورم او زد فورم، زيجزاج ستراكشر، هو زيجزاج ستراكشر. ممكن انه ايضا اندر ستريس يتحول الدي ان اي من البي فورم الى
الجي فورم ويكون ريتش تو جي سي، يعني اكثر النيتروجين البيز هو يكون ب الجي سي، وهذا بلاي امبورتنت رول ان جين ريبليكيشن. السلايد الاخير اللي يتعلق بالار ان اي، الار ان اي واحنا قلنا شرحنا قبل فتره انه هو بالسلايدات البدايه انه هو سنجل ستراند، ايضا ارتباط ال 3 برايم يكون الهيدروكسيل بتكون هي فري، اما ال 5 برايم هي الفوسفيت بتكون فري. اليوراسيل replaced sorry thymine replaced by uracil and RNA. أيضا الفوسفودايستر bond can be cleaved hydroxylically by chemical or hydrolysis enzymatically by nucleases. إحنا قلنا أما يكون بالالكالين أو بواسطة النيوكلياسز. عند ال RNA يعني وظائف مهمة نشوفها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة، وشكرا لكم، مع السلامة.